السلام عليكم. اليوم عندي واحد الفكره غنده وانا باغي نديرها، هي بانني نمشي لبمريصه ونصور بهذيك الكاميرا اللي كنت صايبت، ما عرفتش واش النتيجه تخرج مزيان. انتما تشوفوا كل شيء معايا. السلام عليكم. شحال صعيب الحال بانك غادي دير شي حاجه اللي ما عمرك ما جربتيهاش، ما عرفتش واش تصدق ولا لا. نتمنى تصدق، ولكن الفكره هي اهم حاجه، صدقات ولا ما صدقات. ولكن الصعيب هو بانك خاصك تاخذ هذوك التصاور وتمشي تحمضهم وتشوفهم واش صدقوا، يعني تصور في يد الله وتشوف واش يصدقوا ولا ما يصدقوش. على ربي يصدقوا. اول مره نفلوغي بعد الصدقه. دابا انت وزارك تقدر تخرج الحاجه تقدر ما تخرجش، واهم حاجه بانك تصور بهذا الشكل. ولكن نجربوا صدقاتي هذيك، ما صدقاتش نجمع ونمشي بحال هادي. درت واحد الحاجه اخرى بانني صعيب القضيه بانني نمشي نصور بورتريات، يعني كاينين الدراري تيلعبوا باسكيت نشوف الا بغى شي واحد يتصور. صورت على خاطري الحمد لله، واخا النوبه الاولى جاو عندنا السيكوريتي ديال هنا قال لك ما عندكش الحق تصور حيت مارينا بريفي، يعني هاد البلاصه تابعه للمارينا ما يمكنلكش تصور فيها. وهذه هي المشكله بانك دائما عندك اشكاليه بانك تصور في شي بلايص اللي عموميين، واخا هذه بيبليك يعني تشوف بان الناس كاينين بزاف وكل شيء ولكن ما خلاوش. مي الحمد لله خديت واحد التصاورات، غنمشي دابا نديفلوبيهم ونشوفو واش يخرجوا ولا ما يخرجوش. على ربي. السلام عليكم. هاد ثلاثة الأفلام اللي نسيت تشوفو ما عرفتش كيفاش خرجوا، دابا غنشوفو كيفاش صدقوا. نتمنى يخرجوا مزيان على بركة الله.